تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى أبد الدهور آمين. أمس في صحيفة القدس الغراء كان هنالك تقرير إخباري عن شعور المسيحيين الفلسطينيين طبعا في غزة بضغوط عليهم. وطبعا هذا التقرير هو موضوعي ومقلق، لأننا نعرف النص القرآني لا إكراه في الدين. طبعا نعرف قبل النص القرآني بسبعة قرون نص الإنجيل الطاهر: من أراد أن يتبعني، من أراد أن يتبعني فليحمل صليبه ويزهد بنفسه ويتبع. يعني من أراد، هنالك حرية، حرية ليس فقط حرية العبادة وهي متوفرة، يعني هي موجودة في معظم ديار العرب وليس كلها، ولكن أيضا حرية الضمير. يعني حرية الضمير إذا كنا نقبل أن يعتنق المسيحي دينا آخر فيجب أن نقبل أن يعتنق غير المسيحي دينا آخر. المشكلة في الواقع ليست إذن من ناحية الدين، فأعتقد أن الدين واضح، لا إكراه في الدين، ولا أريد أن أتطفل على شيوخ العالم الإسلامي في تفسير هذا النص القرآني. ولكن يبدو أن المسألة أكثر من ذلك وأعمق، أي أن هنالك أمورا غير واضحة في شأن شاب مثلا. هل وردت أخبار أو وردت أنباء عن اختطاف شاب؟ طيب لماذا الاختطاف إذا صحت هذه الأنباء؟ لذلك أقول ما يلي بالمختصر، وأكرر ما قاله أحد الأساقفة الأرثوذكس الأجلاء، أنه عنده معرفة أنه تم الضغط على أحد الشبان وأنه اضطر إلى تغيير دينه. فهل يقبل الله دينا أو من أحدهم دينا أجبر أو أكره عليه؟ نعرف الجواب سلفا، الجواب هو أن الله لا يقبل عملا أجبرنا عليه، خصوصا في اعتناق دين أو مذهب. والرسالة إلى أهل روما تقول لنا أن الله يطلب منا عبادة عقلية، عبادة منطقية، في اليوناني لويكي لاتري. نأمل أن كما توجهنا ككنائس إلى الجهات المختصة، نأمل ألا يكون أي إكراه، ونأمل ألا تكون هنالك أي ضغوط، ونأمل أن نتغلب دائما كشعب فلسطيني متألم مظلوم، أن نتغلب على كل فتنة التي حسب النص القرآني هي أشد من القتل. وكما قال المثل: أسلمت سارة، ما نقصت، ما زادت المسلمين ولا نقصت النصارى. أسلمت سارة، ما نقصت، ما عفوا، ما زادت المسلمين ولا نقصت النصارى. ما بدناش نقول زي ما بتلاقوها في جريدة القدس اليوم في كاريكاتور منسوبة إلى المرحوم ناجي العلي حنظلة، بيقول له: شو أنت مسلم ولا مسيحي شيعي ولا؟ قال له: أنا عربي. فنحن عرب والعروبة تجمعنا، وكل واحد على دينه، الله يعين. وكما نقول
أو كما قال مار بطرس: الآن تيقنت أن الله لا يفضل أحدا على أحد، فكل من اتقاه وعمل البر من أية أمة كان عنده تعالى مرضيا وشكرا لإصغائك.